أهلا بكل مشاهدينا. فقدنا منذ قليل قيمة وقامة من قامات مصر، فقد رحل عن عالمنا رجل عظيم وهو المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق، عن عمر يناهز 68 سنة بعد صراع مع المرض. طبعا نعى عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس شريف إسماعيل، ونشر سيادة الرئيس على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعيا لهذا الرجل العظيم، وكتب فيه أنه بينعي بخالص الحزن والأسى رجلا فاضلا من خير رجال مصر، رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل. واستكمل بأن الراحل كان رجلا عظيما بحق، وتحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر كبير من المسؤولية الصعبة. وتابع أيضا أنه لم يرى من الرحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. واختتم حديثه بعذائه لنفسه وللشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص. ومن جانبه نعى أيضا مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل، وتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ومحبيه. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الراحل العظيم بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، مؤكدا على أن الوطن لن ينسى هذه الإسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان. قال أيضا أن الراحل كان نموذجا في الإخلاص والعطاء والتفاني، وكان خير سند لوطنه ولزملائه، وظل يخدم وطنه حتى وفاته المنية بإخلاص وتفاني. أيضا نعى وزير الأوقاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الراحل، وكتب أنه ينعي بخالص الأذى وعميق الحزن معالي السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، فقد كان قامة وطنية عظيمة مخلصا لوطنه، صاحب همة كبيرة في خدمته حتى في أصعب ظروفه الصحية، كما كان كريم النفس والخلق مع كل من تعامل معه أو اقترب منه. واختتمت بالدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته. بشكل سريع خلونا نعرض لحضراتكم أبرز المحطات في حياة الراحل، حيث كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015، وكان شغل أيضا قبل تشكيلة الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزير البترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية. وبدأت رحلته مع المرض خلال تولي وزارة البترول، حيث سافر إلى الخارج في 25 يونيو 2015 لتلقي العلاج. وأصدر رئيس مجلس الوزراء وقتها إبراهيم محلب قرار بأنه بيقوم المهندس هاني ضاحي وزير النقل إضافة إلى عمله بأعمال المهندس شريف إسماعيل خلال مدة سفره والحين عودته. وعاد إسماعيل لمهام عمله كوزير بترول في 8 يوليو 2015. وبعد كده تداولت بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام أخبار بشأن مرضه في أكتوبر 2017، فأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بيان في 15 أكتوبر 2017 نفى فيه تلك الأخبار، وأكد أنه بيمارس عمله بكامل طاقته بشكل طبيعي. إلا أنه في 22 نوفمبر أعلن مجلس الوزراء في بيان صحفي توجه الراحل إلى ألمانيا للعلاج وإجراء عملية جراحية. ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار في 23 نوفمبر 2017 بتولي المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودته من رحلة علاجه، حيث عاد إلى مصر بعد إتمام رحلة علاجه في 21 ديسمبر 2017، إلى أن تقدم استقالته في 5 يونيو 2018 بعد الانتهاء طبعا من الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلقاء القسم الدستوري لرئاسته الثانية. لا شك أننا فقدنا اليوم رجلا من أهم وأعظم رجال الدولة في الفترة السابقة، والمشهود له بالكفاءة والتفاني من أجل هذا الوطن. رحم الله هذا الرجل العظيم. إلى هنا تنتهي تغطيتنا مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.